وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات المتكاملة بالمرافق العامة بكافة أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي بمدينة السيارات المتكاملة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فدانا على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع لأربعة آلاف سيارة. سيادتك النهاردة يا فندم مشرفنا في سوق السيارات الجديد. بعد الدراسة والعرض على سيادتك فندم، تم اختيار مكان سوق السيارات الجديد بحيث انه يكون مكان سهل الوصول ليه من جميع المحافظات يا فندم، وبالتالي تم اختياره يا فندم في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. سيادتك سوق السيارات يا فندم بيقع على طريق المحاجر العين السخنة. الطريق ده يا فندم سيادتك بيربط مع عدة طرق رئيسية، اهمها طريق محور محمد نجيب، طريق الدائري الاوسطي، والطريق الدائري الاقليمي. وكده يا فندم احنا سيادتك بنسهل الوصول للسوق دون التحميل على الشبكة الرئيسية القائمة اي اعباء مرورية يا فندم. تم انشاء السوق سيادتك على مساحه 57 فدان يا فندم. ال 57 دول يا فندم مقسمين كالاتي: اربع ساحات انتظار رئيسيه بسعه 4000 سياره، تم اضافه يا فندم مظلات افراد ومظلات سيارات، وعدد 9 دوره مياه موزعه على مساحه السوق بالكامل يا فندم، بالاضافه سيادتك لعدد 2 مبنى رئيسي زي قدام سيادتك حضرتك. المبنى الرئيسي رقم 1 يا فندم ده مبنى مجهز لاعمال الشهر العقاري والنيابه والمرور. الدور الارضي منه يا فندم مجهز للورش سريعه الصيانه. المبنى الرئيسي رقم 2 يا فندم ده مبنى مجهز لاعمال البنوك واعمال معارض السيارات واعمال المطاعم والكافيتريات. وكده يا فندم احنا سيادتك بنسهل على المواطن اجراءات البيع والشراء داخل السوق. بالاضافه يا فندم تم انشاء مسجد بسعه 250 مصلي، بالاضافه يا فندم لمبنى حمايه مدنيه شرطه اسعاف اطفاء، بالاضافه يا فندم تم انشاء مبنى اداري لاداره اعمال السوق. والميزه يا فندم في سوق السيارات سيادتك ان هو السوق بالكامل مراقب بالكاميرات، ولتسهيل اجراءات الدخول والخروج للسوق يا فندم تم انشاء 16 بوابه الكترونيه موزعه يا فندم 10 بوابات دخول على نسق واحد وست بوابات دخول موزعه على نسقين، نسق حضرتك بيخرج على طريق المحاجر العين السخنه ونسق تاني حضرتك بيخرج على طريق محور محمد نجيب يا فندم. تم عمل جميع الشبكات البنيه التحتيه يا فندم للسوق، كهرباء وميه وحريق، وربطها على الشبكات العموميه. تم تجهيز جميع مسارات النظم والمعلومات. وكده فندم ان شاء الله في خلال الشهر اللي جاي شهر نوفمبر ان شاء الله احنا بننسق مع الشركه الوطنيه للاستلام وبدا اعمال التشغيل التجريبي ان شاء الله يا فندم. ده الشكل النهائي يا فندم من مبيت الجنود والمسجد سيادتك، وده المبنى الحماية المدنية الموجود شرطة وإطفاء وإسعاف، وده المبنى الإداري اللي بيدير أعمال السوق يا فندم، ودي المنشآت كل الأعمال الاعتيادية والنظم والمعلومات. انتوا جاهزين كده للشهر خلاص إن شاء الله يا فندم. أنا عايز أطمن إن الخدمات اللي معمولة للمواطنين مناسبة. تمام سيادة. طيب في عندك مشكلة في المرافق، مية كهرباء؟ تم ربط جميع المرافق يا فندم من كهرباء ومية وحريق على الشبكات العمومية يا فندم. طيب الدنيا ماشية كويس. تمام سيادة. شاكرين. شكرا حاجة. أيوة أمرك.